طيب نكمل بقى مع حضراتكم، وهنروح دلوقتي نشوف بعض التمارين الجديدة مع كابتن أحمد عوض عن هنا استخدام مهارات الملاكمة في التمارين الرياضية. لكن الفيديو بقى فيه حاجة مختلفة عن كل يوم، لأن نجم الأهلي كابتن محمد محمود فاجئ كده وانضم لكابتن أحمد عوض في نص التدريب. طبعا كابتن يعني محمد محمود احنا كلنا عارفين أنه هو لاعب خط وسط في النادي الأهلي وعنده 22 سنة وصغير جدا يعني، ويمكن السنة اللي فاتت كمان 2019 كان جاله مشكلة في الرباط الصليبي، فيعني هو بيتعافى لمدة اللي هو البروجرام بتاع 9 شهور. خلينا نروح نتابع ونرجع نكمل مع حضرتك. صباح النور عليك يا كريم انت ونهوان وعلى جمهور الاهلي العظيم وعلى مشاهدين النادي الاهلي العظام. النهارده هنتكلم على تمارين البوكس وازاي نستخدمها عشان نحرق الدهون بتاعه الايدين والكتاف من فوق، وهي تبقى مسليه جدا للناس اللي بتحب البوكس. المهم الاول ان انا بشتغل استخدم مهارات البوكس، هخلي رجليا الشمال قدام وارفع كعب رجليا اليمين ورا عشان اعمل سيفتي لرجليا او ركبتي، وركبتي سوفت تحت، ايديا الاثنين فوق. دايما وانا بعمل بانش او بعمل بوكس ما اضربش ايدي تروح وما ترجعش تاني، لازم اعمل بانش كوليكت يعني اضرب والم ايدي بسرعه. اهم من الضربه ان انا كاني بخطف حاجه واجيبها تاني عشان ما امزقش كتفي او عضلات كتفي. هنستخدم ايديا الشمال الاول، 1 2 3 4 5 6 7 8. نعكس رجلي اليمين قدام، زي ما بشغل اليمين هستخدم الشمال علشان يبقى في بالانس في جسمي. ايدي اليمين 1، حركة دي اسمها جاب جاب، 4 كمان 4 3 2 1. دي الحركة الأولانية. هنعكس تاني رجلي الشمال قدام، هنعمل حركة اسمها هوك، 1 2، أهم حاجة بستخدم جسمي، 3 4 5 6، بحمي وشي، 7 8. أعكس تاني، 1 بضرب ولم بخطف ولم، 4 3 2 1. رجلي الشمال قدام، هنعمل حركة اسمها أبر كات، إن بضرب حد في دقنه من تحت لفوق، دي عشان تقوي منطقة الإيدين كلها. 1 2، وألم إيدي بسرعة، 3 4، ها وأجيب إيدي بسرعة، 5 6 7 8. أعكس تاني، ها 1 2 3، ها 4، لازم اتخيل ان في حد قدامي، 5 6 7، ها بونش، 8 مارش، واخد نفس. دلوقتي هنجمع حركات مع بعض، ايديا اليمين مع ايديا الشمال، يلا بينا. هنعمل 2 جاب يمين، 1 شمال، تاني شمال شمال يمين، 1 2 1 2 1 2، واحدة كمان، مرة كمان، برافو، استخدم جسمي. اوكي اللي بعدها هنعمل 1 2، والايد التانية ابر كات، 1 2 ابر، 1 2 ابر، 1 2 ابر، دروب، ها واحده كمان. في مفاجاه هنعملها لكم دلوقتي، شوفوا مين هيشارك معانا، كابتن محمد محمود، يلا بينا. ها يمين يمين شمال، ها 1 2 شمال، ها 1 2 ايدي عند دقني، ها بوكس 1 2، ها بروف، ها 1
اثنين اللي بعدها هوك هوك ابر كات يلا 1 2 ابر 1 2 ابر 1 2 ابر 1 2 ابر 1 2 1 واحده كمان مارش هاخد فرونت ستاند اذا الاثنين جنب بعض وهنعمل ميكس بين الحركات كلها ورا بعض يلا بينا شمال يمين شمال يمين ها مع بعض شمال يمين شمال الاول يمين شمال الاول يمين برافو ها تاني بعد كده هنعمل شمال اثنين يمين اثنين دبل 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 هوك 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 ابر 1 2 1 2 1 2 جود احسن كابتن كمل برافو لسه جاب كروس نون ستوب سبيد 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 يوز يور بودي استخدم جسمك بطنك مشدوده سوفت يور ني ركبتي ما تنسى انا صغير ها لس 1 2 3 4 5 6 7 8 مور 8 7 6 5 4 3 2 مارش ها كمل كمل ناخد نفس ناخد نفس ها ستريتش الاطالات اهم من التمرين للكتف عايزين نشكر كابتن محمد محمود النهارده ونتمنى له يرجع الملاعب بالسلامه ان شاء الله ويبقى في احسن فورمه ريلاكس نفس ممكن نكرر التمرين ده برضو 5 مرات في اليوم ورا بعض راحة ما بين كل مرة دقيقة راحة عشان افيد المنطقة او العضلات بتاعت الكتاف وتحرق الدهون اللي موجودة في الابر بودي في الكتف والدراعات ده مفيد جدا النهارده كان معانا مفاجأة جميلة جدا لكابتن محمد محمود شاركنا في الفقرة دي ونتمنى له بالشفاء ان شاء الله يرجع الملاعب بأحسن لياقة بدنية ويجيب لنا البطولات اللي جاية كلها بإذن الله ومع حلقة جديدة بإذن الله ومعلومات مفيدة لجمهور النادي الأهلي العظيم